لكن حاجة مهمة جماعة راح نقولها لكم الآن هي كيفاش تقدم على الجنسية مجاناً بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله من أهم الفيديوهات اللي راح نديرها في قناتي على الإطلاق، كما شفتوا في العنوان أنا كيفي كيفكم، على باليش لا راح نديه ما راح نديه، راح نعيشكم الأجواء كلها من البداية. درنا أهم شيء هو أنه ساي عطاونا الرونديفو، يعني عطاونا الموعد. السلام عليكم، سمحوا لي قاطعتكم، كاين مشروع صغير راح نشاركه معكم. المشروع باختصار راح يهمكم كثيرا لأنه عنده علاقة بين أمريكا والجزائر. شوف 58 ولاية أي حاجة تحتاجوها من أمريكا US by DZ، هذا هو المشروع تاعنا اللي راح يكون بيناتنا US by DZ، راح يختص بالأشياء والمنتجات الأمريكية. احنا راح نشروها لكم، ننقلوها لكم، نوصلوها لكم حتى الجزائر، حتى باب البيت. انت ما عليك فقط الى مهتم باي حاجه من امريكا ولا منتج من امريكا، ترسلها لنا عبر صفحتنا الفيسبوك ولا الانستغرام US by DZ. ولو تروحوا للصفحه الان راح تلقوا بعض المنتجات الامريكيه اللي ممكن انكم تشروها، لكن الاهم انكم انتوما اللي ديروا الطلب وانتوما اللي تخيروا المنتج وحنا اللي نجيبوه لكم. US by DZ لقات الفكره، يعني رواج ولقات الفكره قبول منكم. ان شاء الله نديروا موقع وان شاء الله كل الاشياء اللي تحتاجوها توصلكم باذن الله. سليم مود على بعض. السلام عليكم، نرجع للفيديو. إذا جماعة بعد ما تقدم على طلب تاع السيتيزن ولا الجنسية الأمريكية، يعني بعد 3 أشهر، أنا بعد 4 أشهر ولا 5 أشهر بعثوا لي الموعد، والموعد هو أهم شيء اللي راح يكون، يعني مازال باقي له الثلاثة الجاية، مازال باقي لها 4 أيام ولا 5 أيام ونروح نديروا فيه رحبة يعني. وراح نعطيكم أنا يعني الأجنسي اللي قدمت معها ممتازة جدا، راح نكتبها موجودة في كاليفورنيا الموقع تاعهم، وراح نحطكم في صندوق الوصف وين متواجدين في الولايات ممكن تقدموا معهم. أنا عطيتهم حوالي 120 دولار فقط، والفورم اللي تعمروها اللي هي اللي تطلبوا بها سيتيزن سموها الآن 400 ناتوراليزيشن 400، هي اللي تعمروها كامل حوالي فيها 21 ورقة. حاجة مهمة تاني أنكم تطالعوا عليها، يعني هايلة فيها 20 ورقة طالعوا عليها، لأن عليه لأنه في الانترفيو راح تسقسيكم أسئلة من هذه الفورم، من هذه الأشياء. تقولك مثلا وين راك ساكن اليوم، وين كنت ساكن قبل مثلا إلا بدلت السكن تاعك، يعني أنه فيها 5 سنين، فأنت ممكن ما تعقلش وتتخلط، فلازم أنك تعقل على قاع الفورم واش عمرت مع ال، ومن الأحسن أنك ما تعمرهاش وحدك، وأنكم تراجعوا قاع الأدرس اللي سكنتوا فيهم، الخدمات اللي خدمتوهم، واهم شيء انه شحال قعدتوا برا، يعني راح تقسيك العدد الاجمالي اللي قعدته برا على امريكا، وشحال ديت من تريب، يعني شحال ديت من سفريه خارج امريكا. وانا هذا واش راني متخوف، لانه انا يعني سافرت بزاف، فاني خايف لما نلبيش هذا الشرط، لكن ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله فيها خير. فلازم تحضر روحك للموعد. علاش تحضر روحك للتيست؟ يعني كاين 100 سؤال يعني على التاريخ تاع امريكا، القانون تاع امريكا، كل شيء. لازم تحفظ هذيك 100 سؤال ويطرحوا لك منها 10 اسئله. شعال تجيب من ديك العشرة اسئله تجيب 6 اسئله صحيحه تمر، سما راك ناجح. الناس اللي مقبلين على هذه راح نعطيكم احسن فيديو. ها ولا راني نتفرج فيه، ها ولا ممكن يعلمك، يعني ما راش يعطيك لي كاستيون وتشوفهم، ما راش يعطيك مالتيبل تشويس، يعني ما راش يعطيك العديد من الاجوبه، فلهذا باش تتذكرهم صعب، راح يطرح لك سؤال شفهي وتجاوب شفهي. فالتطبيقات وهذيك الاشياء ممتازه، ماشي ممتازه، لكن ما تخليكش تعطيكش الذاكره باش تعقل على الاسئله. لهذا انا نشغل نسمع برك ما نشوفش. What is the name؟ The Star Spangled Banner. والله جامي سمعت هذا السؤال. Star Spangled Banner. How many justices are on the Supreme Court؟ How many justices are on the Supreme Court؟ 9. Yes. اسمها هكا تعقل. Civil right. We elect a US representative for how many years? We elect 2 years. حافظها. 2 years. Thank you. البريزيدون يقعد 4 سنين، والريبريزنتيف يقعد عامين، والهاوس اوف سكيبر ولا شنو يسموه يقعد 6 سنين. شكون يولي بريزيدون الا البريزيدون والفايس بريزيدون ما كانش؟ الهاوس اوف المتحدث باسم الهاوس، الهاوس كيبر، هاوس كيبر، سبيكر اوف ذا هاوس، سبيكر اوف ذا هاوس. دايما تروح لي دايما. كان هذا تيست خفيف، جبنا منه 3 اسئله صحيحه، فان شاء الله ربي يجيب الخير. مانيش باغي نفرح بزاف،
لكن الفرحه تاع اني راح ممكن كيجي الجواز سفر العديده، راح نسافر دول عديده ان شاء الله، وما راحش يكون عندنا هذاك الحاجز تاع الفيزا، لانه الى يومنا هذا بالك راني زرت العديد من الدول كلها بالجواز الجزائري تقريبا، يعني تقريبا كلها بالجواز الجزائري. لا جواز، كيف الجواز الجزائري؟ كندا ماشي بالجواز الجزائري، بالجرين كارت، لانه الجرين كارت دخلك حوالي 5 ولا 6 دول، بطاقه الاقامه تاع امريكا دخلك الامريكا، دخلك المكسيك، ودخلك العديد من الجزر هنا تاع امريكا مثل بورتوريكو وهذه الاشياء. بالجواز السفر الجزائري روحت العديد من يعني لي ديستيناسيون تاع الاحلام، منها زنزبار تنزانيا عجبتني بزاف تروح لها بالجواز الجزائري، روحت لعمان بالجواز الجزائري، وايضا روحت البالي اندونيسيا. تما هادو تل دول هما اللي عجبوني، اللي ننصح بهم اي واحد انه يروح بالجواز السفري لهادو تل دول، لان يعني هادو هما يعني اللي راهم في الطوب. وروحت العديد تاني فيتنام، يعني كم تشوفوا العديد من الدول روحت لها بجواز سفر جزائري. يعني الجواز عائق في بعض الاحيان، بصح لازم تفوشي روحك، لازم تروح تكتشف باللي عندك. فالحمد لله الى جا الجواز الامريكي، مرحبا بك يا اخي العزيز ادخل. فراح نشوفوا وجهات عديده كيفاش تقدم هذا الموعد. اكيد لازم يكون عندك 5 سنين قضيتها في امريكا باش تستلم الجواز الامريكي. من هذيك 5 سنين لازم تكون قاعد على الاقل 3 سنوات، ماشي تقعد 3 سنوات وعامين تخرجها، لا لازم تكون منتظمة، يعني ما لازمش تخرج خارج البلاد فوق 6 أشهر. يعني هي من 6 أشهر حتى العام إلى خرجت برا على البلاد ممكن إلى جبت لهم، يعني لأنه علاش؟ لأنه هم في تفكيرهم أنه لو فت ولو قعدت 6 أشهر خارج يعني أمريكا معناه أنك أبوندونيت، يعني معناه أنك سمحت في كل شيء هنا في أمريكا. لكن كي تجيب لهم أوراق أنك كنت تكرير رانت، يعني كنت تتخلص في لي تاكس، يعني كنت مواظب، يعني حياتك مازال مستقره هنا ومازال كاينه ومازال قائمه هنا. فجماعه فهذه مهمه جدا، من 5 سنين لازم تكون قاعد 3 سنين في ديك ال5 سنين. ان شاء الله تكوني فهمتوني، لازم تقعد 3 سنين في 5 سنين، اي انه كل 6 شهور تعاود تدخل الماريكان، يعني ما تفوتش برا على ماريكان 6 شهور الا فت عام، هذيك واخده كبيره. لا ماشي الا فت عام، ممكن يخلوك تدخل عادي، تعاود تدخل وتخرج لامريكا، لكن تقعد عندك الجرين كارت، فلما تجي تقدم ممكن يقولوا لك انه ما راكش توفي الشروط. هذه وحده، وانا هذا الشيء اللي راني خايف منه، راني خايف لما نوفيش هذا الشرط، لاني تعرفوني نسافر كثيرا. فالله يجيب الخير، الله يجيب الخير وادعوا لي. باقي لي نص ساعه ولا ساعه وندخل ندير الانترفيو. قبل هذا بغيت نشارك واحد الاشياء باش ما ننساهاش. واش تجيبوا معاكم كي تجوا الانترفيو؟ لازم تجيبوا حاجه الاولى معاكم النوتيس، هذه يرسلوها لكم في الميل تاع بلي وين تلاضات وين راح ديروا الانترفيو، هذيك لازم تجيبوها باش توروها لهم في الدخله. وتجيبوا معاها الجرين كارت بما انكم مقيمين مازال ما تولوا سيتيزن، يعني مازال ما تتجنسوا، البطاقه الاقامه وهذه النوتيس، وتجيب معاك ايضا درايفر لايسنس تاعك والباسبور. الحمد لله الانترفيو فات كل شيء ممتاز، لكن غلط في سؤال واحد. واش هو؟ هو تاريخ ميلاد على الزوجه تاعي. هذيك الاوفيسر يعني عاقل على اسمها غونزاليز، قلت لها تمنيت اني نغلط في الانترفيو وما نديش سيتيزن ولا نغلط في هذا السؤال. هي قاعده تضحك. السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد، رجعنا لكم بعد اسبوع. علاش؟ لانه صرا مشكل في الانترفيو، دوك نقولها لكم باش ايضا نتوما ما يصرا لكمش نفس المشكل. اذا واش صرا يا جماعه؟ كاين قانون في امريكا ما كنتش نعرفه، مي كنت نعرفه بما ما ديتهش بعين الاعتبار، هو انه لما تكون في امريكا، يعني تجي لامريكا ويكون عمر تاعك ما بين 18 و26 سنه، لازم تسجل في السيليكتيف سيرفيس. واش معناتها؟ تسجل في الارمي تاعهم، ما راحش يدوك الارمي، مي لازم تسجل في الموقع تاعهم باش يعطوك واحد الورقه اللي تحتفظ بها اللي راح تحتاجها يوما ما، كما انا احتاجيتها في طلب الجنسيه، وتحتاجها ايضا في امورات اخرى من 18 عام حتى 26 عام. هاول الموقع الى عمرك ما بين 18 و26، روح دروك سجل. اذا انا في عمري 28 سنه، فكنت ملزم اني نبرر لهم علاش ما بين 18 و26 ما سجلش في السيليكتيف سيرفيس. يعني قلت لهم الحقيقه، قلت لهم اني ما كانش على بالي، والكلمه اللي كانت هربت لي هي انه ماشي متعمد درتها، ما درتهاش متعمد، واللي هي ويلفول، كلمه تعلمتها هذه جديده. فقالت لي صحه، الحمد لله جزت في الاختبار، ديت العلامه الكامله، انا جبتهم مباشره صحيح، عطيتكم كامل كيفاش ديروا التطبيق والفيديوهات تاع اليوتيوب، ثاني تطلقوها في صندوق. الوغ واش اذا وصرة في الاخير الانترفيو؟ قالت لي انه
نجحت في الاختبار لكن الديسيجن نوت ميد، يعني ما درناش الديسيزون، مازال ما نجموش ندوها حتى تجيب لنا هذه الورقه. لكن حاجه مهمه جماعه راح نقولها لكم الان، هي كيفاش تقدم على الجنسيه مجانا باطل. لانه تكاليف تاع الجنسيه حوالي $600 تخلصها. فكاين حاجه اسمها الويفر. واش معناتها هذه الويفر؟ معناها انه الناس اللي عايشين في امريكا والدخل تاعهم قليل، ماشي كي نقول لكم دخل قليل معناها دخل ما كاش، لا، الدخل العادي اللي يعني تاع الامريكان المتوسط حوالي $3000 في الشهر ولا $4000 في الشهر، تنعد بلي انك دخلك قليل. فمديت لهم الميديكيت ورقه لك هذوك المصاريف تاع $500 ما تخلصهاش. جماعه وصلتني هذه البريه يعني من اليو اس سي اي اس، يعني من اللي متكفلين بالجنسيه، ونورمالمون فيها الجواب الاخير، لانه كيما قلت لكم صارت لي هذاك المشكل تاع الارمي، فالحمد لله ريقلته. الارمي بعثوا لي ورقه باللي انا ما كانش على بالي، وبعثها اليو اس سي اي اس، اليو اس سي اي اس، وشافوها ودروك رجعوا لي الخبر. نورمالمون على ما اعتقد هذا الخبر الاخير اللي راح يقولوا لك اوكي ولا لا، هي في الحقيقه انه يقولوا لي الاجابه في الانترفيو. لكن شفتوا ايش صرا اللي صرا، فقارعنا حوالي مدة شهرين، تخيلوا شهرين. فيلا هذه البرية تهمني وتهمكم، لأنه بيها إذا كان فيها خير إن شاء الله حنسافروا العالم إن شاء الله بسم الله. قصص يعني قالوا لك الحمد لله، الحمد لله يا ربي. والآن يو ماست، يعني لازم تحضر للسيريموني. الحمد لله لقينا بارك حدا زارة. وين راح نشرو؟ شان نشرو؟ إذا جماعة اخترنا هادو ثلاثة. كملنا البول، إذن حتى استغرقنا حوالي 5 دقائق فقط كما شفتوا في الفيديو. Congratulations. Thank you. Congratulations. آخر مرحلة قبل حصولنا على الجواز الأمريكي، وهي أنه بعد ما تفوتوا الرونديفو ولا بعد ما تفوتوا هذاك الموعد اللي يسألوا فيه الأسئلة واللي فوتنا مع بعض، فجو هنا وبعد الحلف ثاني بعد الأوت تجو هنا، هذه آخر مرحلة وين تقدموا على الباسبور، يعني باش تخرجوا الباسبور تاعكم. فلازم تحزوا موعد، باش الموعد لازم تحزوا قبل ما تفوتوا الرونديفو، لأنه الموعد يعني يكون على أسبوعين 3 أسابيع. فأنت إلا راك يعني راك باغي يخرج لك بالخوف، قبل ما تفوت الرونديفو ان شاء الله تربحه، احجز موعد في اليو اس بي اس، لانه راح تلقى موعد بعد اسبوعين. وتعمروا ابليكيشن يسموها دي 11، تعمروها، يعطوها لكم نهار اللي ديروا الحلف يعطوها لكم، ولا تخرجوها من الانترنت، راح نعطيكم الموقع هذا تنجموا تخرجوها منه، دي 11، تعمروها وتجوا هنايا تعطوها لهم، تتصوروا زوج تصاور ولا تكون عندكم تصاور من قبل، ومرحبا بكم. صاي إذا الحمد لله، ما علينا الآن غير نقارعوا ننتظروا. بغيت نقول لكم حاجة، يعني في نهاية هذا المشوار تاع الباسبور هذا الحمد لله يعني كملنا كاع الخطوات. الخطوة الأخيرة كما قلت لكم كانت في اليو اس بي اس، يعني تحجز موعد وتجي تخلص حوالي $200، يعني تخلص رسومات تاع الباسبور، يعني لازم تخلصهم رسومات تاع الباسبور باش يصنعوا لك الباسبور، ورسومات تاع التصاوير تاع كل هذه الأشياء. لكن شغل قاعد نتفكر باللي سبحان الله، يعني الحمد لله، يعني شغل هذا تاع رزق. كاين بزاف ناس يعني اليوتيوبر اللي الحمد لله يعني عندهم اموال، فقدروا يشرو الباسبور هذو اللي راهم يخرجوا تاع لي كارايب، ولا العديد من الجوازات السفر اللي تقدر تسافر بهم ثاني عديد من الدول، اكثر من 100 دوله، بشرط انك تستثمر فيهم ولا تحط اموال كثيره، يعني حوالي فوق $150,000. فكاين طرق كيفاش تحصل على هذه الجوازات ويدخلوك العديد من الدول. كاين يوتيوبر العديد داروها يوتيوبر، فجواد اليوتيوبر الفقير المسكين اللي على ربي وعلى الله موت على الباطل. ف
فجاء هكا جاء الحمد لله جاء يعني جاء مجانا ماشي مجان يعني اموال المجان ماديا مجان بصح معنويا سوفرنا باش خرجنا هذا الباسبور والله سوفرنا. المهم فالباسبور مجانا وقلت لكم كيفاش تخرجوه مجانا يعني مجانا صفر دولار ماشي مجانا خش لازم كي تابلاي على الباسبور تاعك تخلص هذاك الفي حوالي 600 دولار. تخلص 600 دولار. فانا قلت لكم كيفاش ديروا الويفر ورقه تاع الويفر معناها يقلعوا لكم هذيك 500 دولار 600 دولار تاع الباسبور تخلصوها بالضربه الاولى يعني في الخطره الاولى كاع. فهذيك تنقلع لكم علاش؟ لانكم عندكم الويفر. الويفر مين تجيبوه لازم يكون عندكم لو انكم حاجه تدل على اللو انكم مثلا يكون عندكم ميديكاي فود ستامبس هذا تاع يكون عندكم واحد الاشياء اللي تبين بلي انكم لو انكم. فيا هذه هي. إذن أول حاجة راح نحوسوا عليها واللي هي بسم الله على بركة الله. تخيلوا يعني بالجواز الجزائري وزرنا العديد من الدول فما بالك الجواز الأمريكي. تخيلوا أنه يدخلك لأكثر من 150 دولة بدون تأشيرة ولا تأشيرة عند الوصول ولا تأشيرة إلكترونية. المهم ما تروحش السفارة. أهميته تكمن ماشي فقط أنك تدخل العديد من الدول فمثلا الناس اللي تقدم على الجنسية يعني المغتربين فإذا ولدك زاد في أي مكان في أي بقعة من الأرض يولي عنده الجنسية مباشرة يعني رغم أنه ما زادش في أمريكا لكن تعطى له الجنسية الأمريكية. إذا أنت يعني مثلا أنا نقوله مثلا أنا إنسان يعني متزوج وعندي 3 أطفال إن شاء الله يا ربي عندي 3 أطفال أنا ما كاش عندي الجنسية أولادي ما عندهمش الجنسية لكن بمجرد أني حصلت على الجنسية أولادي يعني تلقائيا يحصلوا على الجنسية يعني ما يديروش كما درت أنا يفوتوا على انترفيو ولازم لهم 5 سنين لا مباشرة يدوا الجنسية بشرط أنه يكونوا تحت 18 عام. يعني أي ولد ولا بنت عندك تحت 18 عام وانت قدمت على الجنسية وديتها فمباشرة يكونوا معاك يعني يدوا معاك الجنسية الأمريكية. فهذه واحدة من المعلومات المهمة جدا. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله حمدا كثيرا نحمده ونشكره وهذا بفضل الله ووفق علي غير نقول لكم باللي الجواز الأمريكي راح معنا إن شاء الله راح يرافقنا في رحلاتنا. انتوما عرضوا عليا البلدان ولا المدن اللي باغي نروحوا لهم ان شاء الله وان شاء الله راح يفتح علينا ابواب كثيره وان شاء الله انتوما ثاني يفتح عليكم ابواب كثيره. علاش انا كي نسافر راني نوريكم والله العظيم جماعه نوريكم من قلبي كل شيء. مثلا اخر فيديو ولا ممكن تشوفوه على العيش في عمان احيانا وثائقيات يعني اشياء راح تستفادوا منها ونستفادوا بها مع بعض. فعلا هذا راح يفيدكم انتوما ايضا ممكن راح يفيدكم اشياء قليله لكن راح يفيدكم. الجواز الامريكي يقول لك هو من اقوى الجوازات في الحمايه تاع المواطن يعني كيكون في بلدان اخرى لكن بالنسبه لترتيبه ما بين الجوازات يعني كاقوى جواز فهو في المرتبه السادسه ولا الخامسه على ما اعتقد لكن بالنسبه للحمايه فهو بالمرتبه الاولى ولا الثانيه. اذا راح يدخلنا اكثر من 160 دوله وهذا حاجه كبيره بزاف 160 دوله يا ناس مش راح نقول لكم ثاني. في الاخير نشكركم على العشره اللي راهي بيناتنا 5 سنين ولا وانا هذا شغل طاع ليا بزاف بجة يعني جاء بعد عناء وشقاء وانتظار يعني اكثر من 20 سنة. فالحمد لله يعني الجواز الامريكي راه بيدني يدينا وان شاء الله راح يكون سبب لينا باش نسافر اكثر واكثر. جماعه المشروع اللي قلت عليكم في بدايه الفيديو ما تنسوش انكم تعاونوني فيه. الا ما راكش مهتم انك ممكن تشري ممكن تهتم في المستقبل لكن انشر الموقع ولا انشر الصفحه وقول لهم جواد صاحبي راه عنده صفحه تحتاجوا حاجه من امريكا هو يجيبها لكم وحاجه ثقه. فنتمنى انكم تنشروا الفكره ولا فكره المشروع وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذا ما كان في الفيديو شكرا نلتقي في فيديوهات وسلسله قادمه ان شاء الله اللي راح تكون على زنزبار. انتظرونا سلام. ومازال الدوله اللي راح نسافروا لها مازال بالجواز الامريكي كي نسافروها راني نقول لكم اي اتهلا سلام راح تكون دوله غير عاديه. تهلاو في رواحكم.